اهلا وسهلا فيكم جميعا بريفي ارت، قناة بتعلم الرسم. معكم ربيع ريفي، برحب فيكم مرة تانية. اليوم رح نتعلم كيف ممكن نرسم شجرة. الشجرة بطريقة حلوة، بطريقة بسيطة جدا. بدي اقول انه نحن هدول الفيديوهات هن للمبتدئين والاطفال اللي هن بيحبوا يتعلموا الرسم كبداية. خلينا أول شيء نتعرف على الألوان اللي عم نستعملها. الألوان هي أكريليك، فينا نستعملها بالمي وفينا نستعملها لحالها من دون إضافة أي شيء تاني. هلأ طبعا وقت اللي بتكون تستعملوا المي معناتها بتكون اللون يمد معكم أكتر بطريقة أحلى. أنا بحبز إنه في بعض الأماكن ممكن تستعمل المي وفي بعض الأماكن مش ضروري إنك تستعمل المي. هدول الألوان اللي احنا هنستعملهم اليوم، هنستعمل اللون الأصفر، اللون الأخضر، اللون البني، واللون الأبيض، وكمان ممكن نضيف اللون الأسود. الحقيقة هيدي النوع من الألوان هو كتير كتير حلو وكتير بيساعدنا. هدول الريش اللي احنا هنستعملهم، هاي أول ريشة. نحنا هلأ هنبتدي بأنه نرسم البيس تبع الشجرة من تحت. هي الطريقة اللي بنخلط فيها الألوان. المهم أنه تتعبى الريشة كلها باللون، نحنا لازم نخلي الريشة تتعبى كلها باللون. ولما نبلش بالشجرة طبعا من تحت هو بيكون عريض ومن فوق بيكون رفيع، فأنا بفضل أنه نبلش من المكان الرفيع من فوق ومننزل ومنصير منعرض الريشة معنا شوي شوي ليبين معنا البيز من تحت كيف ممكن يكون القاعدة تاعت الشجرة. طبعا مثل ما انا شايفين ما يعني الرسم هو شغلة كتير بسيطة، شغلة كتير حلوة للي بيحبها. كل هدفي من هيدا الفيديوز اللي عم ننزلهم، من هدول الفيديوز اللي احنا عم ننزلهم، هو انه نشجع الناس اللي هي بتحب الرسم انها تبلش ترسم وما تخاف من اي شيء ممكن يصير. باي ذا واي انا عم بستعمل هون اذا ملاحظين مش عم بستعمل الكانفاز اللي هو القماش تبع الرسم، انا اليوم عم بستعمل الورق. وهيدا الورق انا مختاره وفيكن تشتروه من اي مكتبة، هو خاص للرسم. في عدة انواع. اول شي في منه للالوان المائية العادية، في منه للالوان الزيتية، وفي منه للاكريليك اللي هو بيمشي مع المي كمان نفس الشي. فهيدا الورق اللي انا عم بستعمله هو ورق ممكن تستعمله للالوان الزيتية او للالوان المائية ان كان اكريليك او ووتر كولر. سو نحن هلا عم نعمل الشجرة، عم نحاول نعمل الاغصان. مش مهم كيف يطلع التفاصيل او قلبكن واشتغلوا كيف ممكن تطلع مش مهم. انا مش عم بنقل من صورة ولا عم بنقل من شي، عم برسم من خيالي هيك بس لحتى نشوف شو كيف الخطوات اللي ممكن نتبعها لحتى نرسم شجرة. هلا هون بدنا ننتبه انه نحن لما ننتقل من مكان لمكان عم ننقل اللون. يعني انا هلأ عم حاول غير اللون اني ارسم الظل او محل ما عاكس الضوء. لنفترض انه الضوء جاي من ميلة اليسار، فنحن بهالحالة اذا بدنا نستعمل نفس الريشة طبعا الافضل انه ننظف الريشة ونتأكد انه نظيفة تماما. هيدا بيساعدنا عشان انه ما تختلط الالوان ببعضها بالريشة نفسها. سو هون اذا عم بتلاحظوا عم نحط محل ما نعاكس الضوء. هون عم استعملت اللون الابيض وبالبداية خلطته شوي باللون البني عشان ما يعطي لون واحد، يعطي اكتر من لون. اذا بتلاحظوا الشجرة من البيز من تحت بتلاقوا صار فيه 3 الوان لهلا، وكمان ممكن يصيروا 4 اذا حبينا نغمق او نغير شوية الوان. ممكن نضيف اللون الاسود، حتى ممكن نضيف اللون الاخضر مخلوط مع شوي بني، بيعمل إفي. يعني فيكن تختاروا الألوان. أنا هلأ كل الهدف عم نورجي كيف نحنا ممكن نعمل هايدي الخطوات. بالنسبة للألوان فيكن تستعملوا الألوان اللي بدكن إياها مش مهم.
هون حبيت ضيف اللون الأسود عشان تعرفوا شو الفرق. طبعا من محل ما بيجي الضوء بيكون اللون الفاتح، بالعكس من الخلف لازم يكون لون غامق عشان يبين الظل، مبين انه هون ما في ضوء. فأنا هلا عم بخلط اللون الأسود مع اللون البني، وحضيف شوي أكثر أسود لحتى يبين اللون أغمق من ورا. هذا بيخلينا نحس بأنه الصورة طبيعية أو الرسمة طبيعية. هلا بتلاحظوا من الخلف بعكس الضوء بنحط لون أغمق، هيك بيبين معنا أنه الضوء جاي من ميلة اليسار. أتمنى تكونوا عم تستفادوا من هالأشياء اللي عم نحكي عنها. مثل ما شايفين الألوان كلياتها هي بتبقى اختيارنا، مش بالضرورة انه تتقيدوا بالألوان اللي انا عم بستعملها. كل الهدف هو انه نحنا نتعلم الخطوات. هلأ نحنا بدنا نمشي بالشجرة لنشوف كيف ممكن نمشي بالستب او الخطوة التانية. الحلو بالرسم انه بيخلي الواحد يركز اكتر، بيخلي الواحد مبسوط، بيخلي الواحد يحس انه هو عم يعمل شيء فرح. يعني في ناس عندها عدة مواهب، كل واحد له موهبته الخاصة، كل واحد له اشياء خاصة فيه. في ناس بتحب السباحة، في ناس بتحب يمكن السفر، في ناس بتحب اي شيء. كتير حلو الناس اللي بتحب ترسم انه يتعلموا الخطوات الصحيحة، هذا بيخليهم يكونوا مبسوطين اكتر لما بيشوفوا نتيجة أحسن بالنسبة لرسوماتهم. فبتمنى أنكم تضلكم عم تتابعوني وتشاركوا أصحابكم الفيديوهات للناس اللي بتحب تتعلم الرسم. هلا احنا حنبلش بالورق. اذا بتلاحظوا انا عم بضغط بالريشه من فوق، ضغط شي بسيط. شفتوا الريشه اللي عم استعملها غيرناها على اساس انه من فوق تعطينا هيدا التكستشر اللي موجوده، بتحسوا انه فيه هيك مش ضربه واحده، يعني مش مكان واحد عم نحط اللون عم يكون شكله نفس اللون ونفس كل شيء، لا بتحسوا انه في تمويجات بالالوان. هذه شكل منيحه. اذا لاحظتوا انه احنا خلطنا اللون الاسود مع اللون، حطيت لون بني مع اللون الاخضر كرمال يصير اللون اغمق شوي، لانه اللون الاخضر اللي انا عم بستعمله هو شوي فاتح، فبيعطي لون لايت اكتر. فانا حبيت غمقه شوي. هلأ كمان بعد شوي هنغمقه اكتر، لأنه بدنا نرجع نشتغل نفس اللي ما عملنا بالشجرة. بدنا نشتغل على الألوان اللي هي الدارك واللايت، نورجي وين المكان اللي فيه ضوء وين المكان اللي ما فيه ضوء. هذا بيعمل معنا فرق كتير كبير بالرسمة، خاصة أنه هيدا أهم شيء بالرسم. أهم شيء بالرسم أنه أنت كيف تظهر المكان اللي فيه ضوء وكيف تظهر المكان اللي ما فيه ضوء. دارك واللايت هو اهم شيء موجود بالرسم. سو هي الطريقه نحن عم نرسم الشجره بطريقه عشوائيه. هلا الهدف من الموضوع مثل ما قلت انه نعرف شو الخطوات. فاذا لاحظتوا كمان ما تعبوا كل شيء، يعني ما تخلوا كل الاماكن مغطايه باللون، يعني حاول انه تخلي شوي في فراغات بين كل، انت عم تضغط بالريشه خلي شوي فراغات بين كل مكان ومكان. الحلو بالموضوع انه اذا بتلاحظوا الشيء بسيط جدا، اي حدا ممكن يعمله، اي طفل صغير ممكن يتعلمه. والحلو بالالوان هيدي اللي احنا عم نستعملها، مثل ما قلت هي الوان اكريليك. هيدي الالوان ممكن نخلطها بالمي او ممكن نستعملها بشكل مباشر بدون ما نخلطها باي مادة تانية ان كان زيت او مي. والحلو فيها كمان انه تنظيفها سهل، يعني اذا ولد صغير وسخ حاله شوي بالالوان، اذا اجى الوان شوي على ايده على حدا فسهل تنظيفه جدا. مجرد ما انك تغسل ايديك بالمي كل الالوان اللي هذا
وما بتترك أي أثر وما بتزعج وما لها ريحة بشعة، فاستعملها حلو. هلأ رح ننتقل لمرحلة اللي نحن بدنا نغمق فيها، اللي هي المكان الأماكن اللي موجودة بالورق اللي هي مش جاي عليها ضوء. فدايما لما بيكون ما في ضوء لازم يكون اللون أغمق. هلأ بتلاحظوا بعدين شو الفرق. فلما بنحط اللون الغامق، هلأ بعد شوي بنرجع بنحط اللون الفاتح لنكشف اللون ونخلي الضوء يبين بطريقة أحلى على الشجرة. طبعا اذا انتم عم تطلعوا على اي شجرة بتلاقوا انه دايما من الداخل، من داخل الشجرة بتلاقوا الالوان اغمق. ليش؟ بكل بساطة لانه الضوء ما بيوصل لجوا. المكان اللي بيوصل له الضوء بتلاقي اللون بيطلع افتح. اذا حامل انت اي شيء بايدك تطلع فيه بدون ضوء، تطلع فيه على الضوء، بتحس بالفرق باللون. سو هلا نحن بطريقة بسيطة حطينا اللون الغامق، هلا حنبلش نستعمل اللون الاصفر. اللون الأصفر ممكن نخلطه شوي أخضر عشان يعطي لون حلو، نعطي اللون الأخضر نفسه اللي هو موجود استعملناه، نحط عليه الأصفر وممكن نضيف كمان شوية أبيض عليه. هيدا اللون بيفتح اللون، بيخلينا نحس لما نحطه على اللوحة أنه الضوء هون جاي. ودايما نستعمل الأطراف، ما نفوت كتير لجوا، وهذا فينا نستعمل لجوا لما بدنا نستعملها كرمال نحسس بالأبعاد، نحس بالأبعاد تاعت الصورة. إذا لاحظتوا هلأ دايما بتحس أطراف الشجرة من برا لبرا هي اللي موجود عليها الضوء بحالة طبيعية، ومن حسب الاتجاه اللي أنت واقف فيه. يعني أوقات بتشوف الضوء بالعكس، إذا واقف على اليمين أو على اليسار، كيف النقطة اللي أنت واقف فيها عم تشوف الضوء. أنت عم ترسم دايما انتبه لهذا الموضوع، أنه أنت لما اعتمدنا أنه نحن لنفترض الضوء بده يجي من اليسار، الضوء لازم يجي على اليسار على كل شيء، مش نستعمل محل على اليمين ومحل على اليسار، محل على اليمين ومحل على اليسار. مثل ما عملنا الجذع تاع الشجرة من تحت والأغصان، إذا لاحظتوا حطينا الألوان الفاتحة على الجانب اليسار، فبالتالي الألوان اللي نحن عم نستعملها لنفتح ورق الشجر ويبين إنه في عليه ضوء، كمان بدنا نستعمل الجانب اليسار. ودايما اطراف الشجرة من كل الميلات بيبين فيها انه فيها ضوء، دايما الضوء. دايما اللون الغامق او الدارك كولرز بيكونوا من داخل من جوا، فانت ما بتعود بتشوف التفاصيل اكتر. هلا نحن كمان بهالفيديو لنكون شوي منصفين، يعني انا ما عم ركز على التفاصيل الكبيرة او التفاصيل الصغيرة، نحن عم نورجي الطريقة كيف ممكن تغيرها. هنحط لون ابيض كمان اكتر لنورجي انه الضوء بهالاماكن مبين بشكل اكبر. هيدا كمان يعني حاولنا استعملنا 3 الوان لنبين انه الضوء جاي بطريقة اكبر على الاطراف. انا بتمنى انكم تكونوا عم تستفادوا من هالفيديو هيك، وفي ناس كتير منكم عم بيطلبوا مني اشياء كتير. لهالسبب اليوم انا حطيت الالوان اللي عم استعملها وحكيت شوي عن الالوان، حكيت شوي عن الورق، والفيديوهات اللي جاية حنحاول نحكي اكتر عن كل التفاصيل، نحكي عن انواع الريش يلي عم نستعملها. بتلاحظوا هلأ هون عم نحاول نعمل دمج، صار في اكتر من لون بالشجرة، لانه انت شخصيا اذا انت واقف بتشوف اكتر من لون بنفس الشجرة، مش بتشوف لون واحد، بتشوف لون فاتح وغامق واغمق واغمق
او لون اغمق وافتح 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 لتوصل للفيري لايت. هي الطريقه بتوحي لك اذا انت بعدت شوي عن الصوره بتحس انه عم تعطيك صوره طبيعيه، حسسك انه انت راسم شجره حقيقيه. بتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو بليز حطوا لنا لايك واعملوا سبسكرايب واعملوا شير للفيديو مع اصحابكم اللي بيحبوا الرسم، خاصة الاطفال الصغار او الناس المبتدئين. واذا عندكم اي تعليق، ان كان تعليق سلبي او ايجابي، بتمنى انه انتم تشاركوني فيه حتى ان كان نحسن انواع الفيديوهات او نحسن انواع الرسم، او اذا انتم بتحبوا انكم في عندكم شيء معين بتحبوا تتعلموه يا ريت تشاركوني رأيكم معي. بدي اشكركم لانكم تابعتوني. بدي اشكر الناس اللي هني على طول عم يتابعوني وعم طول عم يتواصلوا معي. بتمنى اني اكون عم حاول رد عليهم كلهم جميعا. بالحقيقة كثير من الاوقات انا عم حاول رد على كل العالم وعلى كل الاسئلة. بدي اشكركم مرة تانية وتالتة ورابعة وقولكم thank you انكم عم تتابعوني. بتمنى اقدم لكم اسا بالمستقبل اشياء احلى واحلى. وشكرا للجميع واهلا وسهلا فيكم. Thank you very much.